ولسه معاكم في الكنيسة على الخريطة، وإحنا دلوقتي موجودين في وقت درس الألحان هنا. يعني شعب الكنيسة في منهم بيجي يتعلم ألحان ولغة قبطية. نعرف أكتر، اسمحوا لي كده نرحب بالخادم المسؤول. أتعرف على حضرتك. يوسف جبرائيل. أستاذ يوسف، الاجتماع ده بيتعمل كل قد إيه؟ ويعني واللي بيحضر بيستفيد إيه؟ هو إحنا للأسف ما عندناش وقت غير نعمله مرة واحدة في الأسبوع، ساعة ونص أو ساعتين زمن. وهو الهدف منه أنه الأول نعلم مبادئ اللغة علشان الناس تفهم الألحان اللي بتتقال، تفهم معناها إيه؟ اللغة القبطية. اللغة القبطية طبعا. وبنبتدي بالقواعد البسيطة يعني في الأول، وبعد كده بناخد الألحان على حسب الطقس بتاعها في السنة بيبقى إمتى، وبنراجع اللحن، بنفصصه في ضوء اللي تعلمناه كلغة ومفردات، يعني قواعد ومفردات. وبعد كده بنبتدي ايه نحفظ اللحن بعد ما نكون فهمناه على اساس يبقى حاسين بيه. هو انا هنا هوت بقى لي تقريبا سنه، اقل شويه من سنه بس، وانقطعت فتره ورجعت تاني وافتكرت نفسي نسيت. بس عندنا استاذ عظيم هنا هوت بصراحه، بنتعلمنا صح يعني، وبنعرف نقرا دلوقتي. والحلو فيه اننا لما بنقول لحن فاهمين احنا بنقول ايه، وقد ايه هي لغه جميله جدا. يعني الواحد يعني بتدخل القلب بقى، والواحد بيبقى فاهم. وفي حاجات ساعات الشعب بينطقها عارفها، بينطقها غلط، احنا بقى عارفين انها صح، بنحاول واحنا بنقول اللحن نصحح شويه. فجميله جدا جدا يعني. مهم ان احنا نكون بنصلي في القداس واحنا فاهمين. ايوه حلو قوي. يعني انا بابا واقفه يعني I'm very proud of myself ان انا ايه فاهمه بقى. انا دلوقتي بقول اللحن بس انا فاهماه، انا وبعدين بقرب اللغه القبطيه دلوقتي. انا لي نصيحه للناس الاباء لا اما في الدنمارك او في مصر، يعلموا أولادهم اللغة القبطية. دي جزء من الوجدان المصري، دي جزء متأثر فينا. يعني كل ما الواحد بيشوف الأهرام ويشوف المسلات واللغة الفرعونية أو الهيروغليفية يبتدي يعني زي ما تقال كده على المزمور، جلسنا على النهر وبكينا، يعني نبكي على الماضي ده. ومش عاوز أقول نبكي، لا، نحاوله لناحية إيجابية. نعلم أولادنا هم صغيرين، هيبقى سهل جدا جدا يتعلموا اللغة القبطية. هيبقى سهل ليهم ان هم يقدروا يفهموا ايه اللي بيتقال في القداس من غير اي مجهود. احنا هنا بنبذل مجهود كبير عشان نقدر نفهم اللغة اللي احنا اتحرمنا منها. ولسه معاكم في الكنيسة على الخريطة، بيشرفنا يكون معايا الأستاذ ميشيل باستوروس، وهو أقدم مصري أو أقدم قبطي موجود هنا في الدنمارك. أهلا بحضرتك. أهلا بيك، منورنا. تعيش. إيه اللي حصل في خلال 50 سنة مع الأقباط وخدمتهم هنا في الدنمارك؟ إحنا ما خرجنا من مصر في حدود 69، كنا مجموعة من الدكاترة والمهندسين، لأن كان نكسة 67 اديتنا فرصة إن إحنا نسيب البلد ونروح نخرج برا ندور على شغل. كمهندسين كان عندنا أمر تكليف إن إحنا لازم نخدم وكذا. فأول ما جينا الدنمارك كنا متشوقين لكنيسة. واللي حصل إن إحنا في سنة 71 تقريبا جه أب كاهن من مصر، وكيل بطريركية الجيزة، أبونا باسيليوس، وعمل الخدمة إنه عمل لنا قداس هنا. هو قداس فين بقى؟ في كنيسة؟ استلف كنيسة في الدنمارك هنا وعمل قداس للكنيسة. كان في نفس الوقت في 2 دنماركيين بيدرسوا لاهوت مع البابا كرولوس في مصر في السبعينات، في أواخر السبعينات، في أوائل السبعينات. فالاثنين الاباء الكهنه دول كانوا بيحبوا الكنيسه القبطيه لدرجه يعني مش معقول، فساعدونا في ان احنا نبتدي الخدمه في الدنمارك. وكان من حظنا السفيره عائشه راتب، كانت صديقه قريبه من الانبا صمويل. فالانبا صمويل لما جه هنا عمل لنا برضه قداس في سنه 78 سبتمبر، ودي كانت اول خطوه ايجابيه ان يوجد لنا اب راهب من بلجيكا اسمه بيشوي الأنبا بيشوي. وبعد كده استمرينا لغاية سنة 81. فاللي حصل إن أبونا أنطونيو الثابت من إنجلترا هو معتبر مؤسس الكنيسة هنا. جمعنا بقى ولم شملنا، كنا حوالي 30 عيلة مش أكتر. فأسس الكنيسة، عمل حسابات وإدارة، وابتدينا نستلف كنيسة دنماركية ونقف على الباب في عز التلج عشان نستنى الكنيسة بس يوم الحد بعد ما هم يصلوا. هلانا كلميني عن علاقتكم بالكنيسة.
طبعا في قداسات على طول يوم الحد، وفي أنشطة كتير، اجتماعات شباب ومدارس أحد، يعني في حاجات كتيرة جميلة في الكنيسة. بالنسبة لي أكتر حاجة بحبها في القداس يوم الحد لما بنيجي وفي فرصة، إن طبعا في ناس كتيرة بتقف تصلي وكده، بس في برضو فرصة إن الواحد يقف يفكر ويصلي بهدوء مع ربنا بطريقة تانية خالص. احنا بنيجي مرة واحدة في الأسبوع كل حد، وانا اصحابي اصلا كمان شباب شمامسة، فاحنا كلنا يعني عارفين بعض من الكنيسة، وكمان بعض الكنيسة ينفع كمان نخرج مع بعض.